حيول جل ممرات يا حي مركب الذلايل. المراكز الأولى نتعرف بالمركز الأول، نتابع مقدمة هذا الشوط في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق على هذا التحدي، في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع نسير بالمراكز الأولى، نتقدم نلحق بركب المقدمة في بداية الكيلو المتر الأول. السيطرة على مقدمة هذا الشوط، تقدمت بالمركز الأول المزن وسالم بن علي بن خميس العويسي على المركز الأول. المركز الثاني اهتمام تأتي في المركز الثاني، عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي أو عوض بن عبيد بن محمد الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، تتقدم فيه الوسمية وياتي عبد الله بن سعيد بن ثابت الجنيبي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هذه شجون لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم شجون على المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز، نيران موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى ياتي في المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الاخر، نسي دايم سهيل بن عوض بن يمعة بن مغير الخيالي. المركز السادس او السابعة هذه اللي في المركز السابع وصلت الوعد كالرعد، سعيد بن مهنا بن قرامشة المحرمي. والمركز الثامن تدخلت سرابة محمد بن حمد بن سعيد الهاشمي. المركز التاسع الشام خو سالم بن عامر المدهوشي. المركز التاسع، تاسع المراكز من الجانب الاخر 24 هذه وغى محمد بن سهيل بن عويضان العامري. العشر المراكز الاولى، الابكار اللقايه المحليات الاصايل خلف العشر المراكز، ياما وياما من الشعارات الجميلة والرائعة الحاضرة في ميدان المرموم. هذا سن المفاجآت، هذا سن السرعة، هذا السن الجميل اللي يبدأ في بداية المهرجانات، في بداية الموسم، في بداية الانطلاقات. اللقايا تحدد هذه الانطلاقات، تحدد هذه الاندفاعات. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول بعد العشر. شوف التنافس، شوف الثلاثية الجميلة، ولكنها صامدة المزن صامدة. ولكن شوف التغيير في هذه اللحظات، التغيير الوسمية، عبد الله بن سعيد بن ثابت الينيبي غيرت إلى مقدمة الشوط، قادت مسار الشوط، انطلقت إلى المقدمة. المركز الثاني من وصلت لنسايم، سهيل بن عوض بن يمعة بن مغير العميمي يتقدم على المركز الثاني. أول ندى لهمايل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي تتقدم على المركز الثالث، أتت من خلف العشر المراكز ما شاء الله. المركز الرابع، رابع المراكز هذه اهتمام، عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات. أيضا هناك المزن، سالم بن علي بن خميس العويسي يتقدم، ولكن شوف الشامخة المدهوشي، سالم بن عامر المدهوشي يأتي المدهش بشعاره على المركز الخامس وتحدياته. وصلتنا مياسة علي بن حمد بن عبيد بن سيف الزعابي، واصل الزعابي الزعابي قادم. وكذلك هناك وعد سعيد بن مهنا المحرمي يقدم وعد. والمركز الثامن هذه منصور سعيد بن سالم بن حمد المنصوري. والمركز التاسع ريام راشد بن حميد بن حارب كذلك أول إذاعة لها. والمركز العاشر سيادة محمد بن طالب بن عقيل. خلاص يا العشر
خلاص نعود مع المراكز الأولى، نعود مع المراكز الأولى. 1200 لوحة الإعلان، همايل 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 تتقدم في هذه اللحظات. فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يأتي بهذه الانطلاقات، يأتي بهذه الانتفاعات، ولكنها المنافسة من الوسمية عبد الله بن سعيد بن ثابت الجنيبي على المركز الثاني، على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، تقدمت نسايم، نسايم سهيل بن عوض بن يمعة بن مغير العميمي على المركز الثالث. الله بشكلها الجميل بأداها الرائع، ووصلت من الجانب الآخر طوع، طوع يا طوع يا طوع، حمد بن علي بن شطيط الوهيبي. هذه المراكز الأولى، خلاص خلاص بدأت الأوامر، بدأت الانطلاقات. وعلى المركز الأول همايل، همايل همايل ولا هماليل على مقدمة الشوط، هماليل اسمها الصحيح، هماليل 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 هماليل. راحت على المركز الأول، راحت. يلا يا حمد يا بن سالم يا المخبي، روح الأمتار الأخيرة، الأوامر الأوامر. هماليل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي ما شاء الله انطلقت بالمركز الأول. هماليل هماليل هماليل، فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. تهانينا والناموس، سلام العين، سلام سلام على هذا الفوز. هذه هذه هماليل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل في الأمتار الأخيرة. بينما المركز الثاني طوع لحمد العلي بن شطيط الوهيبي، المركز الثالث من وصلت فيه نسايم لسهيل بن عوض بن يمعة بن مغير الخيال. المركز الرابع الشامخل سالم بن عامر المدهوشي، والمركز الخامس اللي هي مزون لعامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، هماليل هلت الهماليل بهذا الأداء الجميل وبالانطلاقة الرائعة في هذا الصباح الجميل. تهانينا تهانينا على هذا الأداء، تهانينا على التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. 7:33 ثمانية أجزاء من الثانية. أسعد الله صباحك فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، وشكرا بوشاب حمد المخيبي في متابعة تضمير هواداها. المركز الثاني 7:36 وجزء واحد من الثانية الذي وصلت في المركز الثاني، اللي وصلت في المركز الثاني مشاهدي الأعزاء حمد بن علي بشطيط الوهيبي. والمركز الثالث 7:37 أجزاء من الثانية مشاهدي الأعزاء، نسايم سهيل بن عوض بن مغير الخيالي. تهانينا لجميع الفائزين.